thank <laughs> you نجمة متنوعة بأدوارها ونجاحاتها سمراء وحسناء الشاشة الكويتية مرام خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم يلقبها المنتجون بجوكر الأعمال الفنية، مرام مقنعة كفنانة كوميدية وتقدر تبتشي المشاهدين لما تقدم شخصية تراجيدية، وعندها حلول كثيرة لما يتطلب منها الدور إنها تكون شريرة، مرام صاحبة بسمة وشخصية مميزة، حضورها لافت وموهبتها ما يختلف عليها اثنين، اهجرت الغناء لكن للحين الجمهور يتذكر أعمالها الجميلة. تميزت في التلفزيون وفي المسرح والسينما بأداء وطلة وحضور. مرام البلوشي حياك الله معانا الليلة في عسيف. حضور لافت وجميل وورتينا وشرفتينا. في برنامج على السيف مرام البلوشي يا مرحبا فيك مرحبا فيك وبمشاهدين قناة العدالة وبرنامج على السيف المميز يعطيكم العافية مساكم الله بالخير يعطيكم العافية على المشاعر أ... والله إيه لا <applause> أنا دشيت وغنيت حلو الدشين هوى مهيئة لأن أصلا الموسيقى دخلت يعني كذي إحنا والهانين عليك بالغنى قاعدة أشوفك وتغنين معاهم أي والله متى؟ أنا إن الحين الفيديو كليب الجديد <applause> مو تونا قاعد نسولف احنا طبعا برا الهواء قرقنا شويه على يعني الخصوصه وصو... يعني مو حشينا لا والله حشينا ما, حشين ما, حشين ما حشين. بس انها تعرفين عقب تجربه ماسك سينجر البرنامج اللي مؤخرا انا رحت اللي على ام بي سي اللي مؤخرا انا رحت شاركت وكان الموضوع المفروض يتم بالسر السريه التامه لدرجه ان انا ما ادري من المشتركين معاي يعني احنا كل واحد يعني كل ممثل او كل احد مطرب شارك كان لا احد مسؤول عنه انت شوفي السريه حبيت ان الموضوع مو مو مفبرك انا ما كنت اعرف احد ما كنت تدرين ما كنت ادري منو يعني يعني الصج اللي شفناه صج ما والله صج بس ما اعرف الاعضاء اللجنه واعضاء اللجنه ما نشوفهم اصلا لان احنا كل واحد فينا رتب سفرة بروحة مم. عن طريق نف يعني يعطونك مثلا التذكرة وكذي بس أنت بروحك تحجزين لدرجة عشان يصير سرية مم. عشان ما يصير في أوراق داخل الأم بي سي الناس تعرف سامي منه صحيح تخيلي شنو الأشياء اللي تدرون عنها؟ ما أدري عن تواريخ تصويري عن تواريخ تسجيل الاستديو آه متى ب... متى حضوري ومتى طبعا انصرافي لأن اليوم اللي طبيت في لبنان في بيروت عشان أصور صار في حجر صح من خمس لخمس تخيلي وقعتي بالفندق اي ما كان عندي غير الفندق ولا كنت اصور عقله وادم <applause> اشغل اغاني واقعد بالبلكونه لين يجيني النوم وخلصت يمكن هذه اول تجربه لك في هذا الجانب انا كلا كبرامج لا انا قدمت برامج لا اتكلم هالنوع من البرامج اصلا الفورمه يعني مشو مشوقه مم. برا اللي قاعد نشوفه لا راح آخذ أنا جائزة فعلية ولا راح أوقع عقد ولا راح يصير في تصويت من جمهور صحيح ولا الجمهور الحاضر مم وتصويت اللجنة كان الموضوع يعني لعبة صجية لعبة لعبة قاعد نلعب وأنا كنت قاعد استمتع حلو زين خلينا ناخذك على موضوع الدراما في الكويت والمسلسلات وكان متوقع من النقاد أنه يعني نشوفك مع جروب مسلسل بطار اي نعم لكن ما صار هذا طبعا موفقين ان شاء الله انا دريت إنهم مؤخرا دشوا تصوير الله يوفقهم ويعطيهم العافيه هو أه ماكو اي سبب منعني غير ان انا واستاذ بندر كنا قاعد نناقش فنيا على الشخصيه وكذي فيمكن انا ما كنت مرتاحه مو يمكن يعني عشان مصداقيتي عشان انا اكون صاجة انا ما كنت مرتاحه من الدور يعني من الدور او الشخصيه اي لا مو من الدور انه يعني ما كنت مرتاحه حق الشخصيه اللي مكتوبه وتناقشنا بالموضوع وصار انه عشان انا ما يصير اتكلم عن الدور عشان لا احرق ولا اه اضيع اه تعب ومجهود وهم الحين قاعد يتعبونه بتشوفونه ان شاء الله برمضان ماكو ماكو الا العافيه صار انه لا لا ما اقدر ما بس باعتذرت اعتذرت بس أدري. ما, في يعني شغله تمس الجروب نفسه لا اعوذ بالله من حلم شغل يشتغل مع تعرف بس حسين. يعني في ناس يعني ما ماخذه فكره ان انت اساس الجروب بعيد عن الكاست الفني ينن أها. الله يوفقهم اصلا انا كنت, خايفه اوقف قدامهم أه. وهذه حقيقه وقلتها حق استاذ بندر يمكن حتى واحنا قاعد نتناقش بالتليفون قلت رغم مشوارك كنت خايفه من اليوم انتي مثل ما قلتي مثل ما قلتوا في في التقرير أبتشي واضحك <محن> هذا مجهود انت ما تدرين شنو شنو صعب صح فعلا <محن> احنا صرنا اليوم الضحكه يمكن ها قاعدين جامل <applause> عشان بس ان احنا هاي قاعد اضحك والله ولا ضحكتين يلا يقطع بليز شو سوالفك ما قاعدين نضحك من صدق صار في عندنا مثل ما ادري ما ادري شنو أسميه قصه قصه كل واحد فينا عنده غصه شكل حتى مو قادرين أه انت الحين اليوم انا ابي اطلع على الهواء توني اعترفت حتى بالسناب حق الجمهور انا مغصني بطني كني انا اول مره بطلع هواء معقوله مرام معقوله احنا دائما نسمع مرام قبل كل فتحه ستاره ايه؟ قبل كل قبضه مايك ايه؟ قبل كل اكشن ايه؟ وداير اول مشهد هذا حتى المشاهد المصوره هذه من بس. ها مواليد شهر اثنين كلهم كذي حجم <applause> المسؤوليه اللي انا قاطه روحي فيها أيه. يعني انا شنو قاعد اسوي سويتش عرفت اذا انت شفت لما تنتقل للفضاء باجهزه <applause> 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 شو قاعدة ابسط لك اياها عشان على أه. أيه. ما هذه الخمس ثواني الاولى شنو صعبه؟ صعبه صح الحين انت قاعد تعرضون التقرير وانا قاعده أ... شلون ببلش؟ بس والله مو مبين عليك كلش مو مبين صح؟ مبين عليك بعد ممثلة شو؟, <تصفيق> <تصفيق> شو؟ ممثلة <applause> مرة متابعتي دفعة بيروت؟ تبين الصج؟ اي لا <applause> <applause> سمعتي عن اصداءها؟ سمعت اصداء <applause> حلوة سمعت مه. كلام يعني انت دائما في اي عمل مو عشان دفعة بيروت ولا دفعة القاهرة بتلاقين ناس تشوفها حلو ناس تشوفها مو حلو لما تكون كفة الحلو اكثر يطلع المستخبي المستخبي <applause> <applause> على قولتهم واللي واللي بالجدر يطلع الناس <applause> بس كنا متوقعين ان تكونين معاهم لأن يعني <applause> والله هذا سيبوا الكاتبه سووا معاهم مقابله قولوا ليش ما مرام هم <applause> 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 ما قالوا لك شيء ما حد ما ينكتب لي شوف هبه لما امسي عليها بالخير عيد ميلادنا ياي انا وياها بنفس اليوم <applause> على فكره فاستاذه هبه حماده لما ترسم دور حق مرام حق مرام يعني ينكتب اكثر الكتاب ترى الشطار يكتبون كذي حق الشخصيه انا صادف اللهم لك الحمد وأعوذ بالله من كلمه انا وايد صادف ان انا سويت ادوار ما كتبت لي فحبيت مم. اول مشواري مع استاذه سعاد عبد الله واستاذه حياه الفهد كل الادوار كانت مكتوبه, مكتوبة لك يعني يمكن قليل من الاعمال اللي ما كتب لي فيها دور او رسم لي شخصيه فهذا بالعكس هذا يساعد الفنان وايد ويسهل عليه مهمته في انه يوصل الكاركتر للجمهور بشكل صح. حابه دارسه راسمينه العبه ماسكه الشخصيه من واحد لثلاثين. ما افرق عليك يعني. مرام انت من الشخصيات يمكن اللي يوم انتشرت سالفه شبهه غسيل الاموال عند المشاهير طقوني. هي بقول طقوني. <applause> واجهتي اشاعات شاع... اكيد. من وين؟ اي شو سيارتي؟ تنصجكم. كم من من وين؟ خلينا هالموضوع. شلون سمعتي الاشاعه وشنو كانت ردت ابدا الو آه ايتي بالعربي اي اهلا وسهلا آه مرام انت ترند اليوم هيك ها آه. <applause> <applause> ترند بس بول. شنو؟ ترى عقب مده ما سكتوا قالوا يلا خلنا نطق فلانه خلنا علانه زين انت اليوم أحبا. اثرتي موضوع مهم مرام في موضوع انه من وين؟ اليوم الكل يعرف ان مرام تقدم مسلسلات كثيره كل موسم مو اقل من اثنين ثلاثه وصلتي أيه حتى لله. في مواسم خمس مسلسلات الحمد لله كم كان الرقم اللي علمتيني اياه 50 <applause> <applause> في <تصفيق> في مقابله قصيره انا وياها انا ما اعرف عدد اعمالي فوق <applause> ال <الخمسين> 50 عمل <applause> اللهم بال لك الحمد. بال بالتلفزيون خلينا <applause> <اللهم> نتكلم غير <applause> المحاسبتهم كل هذيلي مرام ما يمعتي فيهم مبلغ ان لما الواحد يقول والله مرام تملك كم ناخذ؟ لا تقول لي كم يمعي كم آخذ؟ زين في ناس أقل منك وعندهم. كيفهم؟ <applause> زين يعني <applause> أنت تشوفين نفسك مظلومة بالأجر؟ كلنا ما بقول لك لأن يا يت... يت... تيار غيرت مم. تغيرت ال... الأجور صار في أعمال أكثر صار في اه 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 إنتاجات يعني كل قناة قاعدة تنزل أربع أعمال كل سنة. مم. أنت عارفة صار في زخم صح في حزة نقول من 2007 لين لا نزلت اجوركم بهالفتره؟ لا بالعكس جاتنا حذر ارتفعت اجورنا وصار بعد في ناس بعدنا اجورهم صارت اعلى منا. كان اجور شكل غير يعني غير مو احنا مو متعودين عليه. مم. ما ابي اقول خيالي بس انه احنا مو متعودين على هالاجور. استانستوا؟ استانسنا طبعا. وشغل جر شغل بعدين هو يعني مثل البورصه يعني انت مثل البورصه الأجر نزل اكثر من قبل ولا نزل على الحد المعقول لا والله الحين في وضع كورونا مم. احنا انا ما ادري كورونا شغل شكو بشغلنا شغل شغل ما ادري انا الحين ماني أنا عارف أنا بالعكس لازم تاخذون اكثر شكرا صح يعني انا اليوم بعرض حياتي للخطر صح انا اليوم بهد بيتي وبطلع وكورونا وكورونا وبصور شنو يعني شنو تحطون لي مبرر استاذه تدرين كورونا وغير كذي انت عاد تسافرون تمثلون برا يعني وهذا إيه. يعني انا سافرت بيروت إيه. تاريخ 10 11 وصلت الكويت 1 12 ولا تقدرون تيون مثلا كم يوم او احد يجيكم خلاص هناك قاعدين شكرا 70 يوم او 65 لا لا اقل عمل 65 يوم إيه. هذا الحد المعقول 65 يوم يكون المخرج مرتاح ما في اي عراقيل إيه. ما في اي مشاكل مع اني انا احب العمل اللي يصير فيه مشاكل انا إيه. لانه دائما ينجح بوف. <تضم Statista> والله العظيم <applause> شوف العكس شوف <applause> شوف النقيض <تض hq1> العمل اللي تصير لي فيه وايد مشاكل وعراقيل هذا يكسر انا <tactile> يعني اقول لك ولين اخر مشهد وانا اقول انا ادري هذا لا, <applause> يعني <كنتياضي> لا في فرق بين المشاكل والعراقيل يعني العلامه العراقيل يعني تعتبر مشاكل <تصفيق> 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 انت اليوم لما تتعطل من اوردر انت حاطه وتايم وناس تشتغل وناس يحاسبونهم بساعه وناس يحاسبونهم يوميه وناس فاهم؟ صح وفي اجهزه و... انت تكلفه تشغيل صح لوكيشن بالضبط مو هينه صح فلما تصير عراقيل اصلا يمكن المنتج يوقف قلبه صح. صارت عراقيل ببيت بيوت؟ و... بيت بيوت هو؟ عراقيل؟ وي 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 طفى 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 <applause> <طبع> العمل <applause> اي يعني كنتوا يعني كورونا اجلت التصوير وصار علي مشاكل اول شيء و... الف مبروك حق جروبنا الحمد لله تعبنا ما راح الحمد آه لله الحمد آه لله الحمد لله الحمد لله الف حمد وشكر ان انعرض العمل انا كنت خايفه ما ما يعني ما ما انه ما ينعرض؟ والله وصلنا لها معقوله لهالدرجه يعني صار بلشنا حلو بلشنا حلو صرنا قمنا يعني صار صير العمل حلو اشتغلنا دم الدنيا كلها تسكرت طفت الكهرباء صح اكيد شلون بيشتغل؟ حضرته تجول بيبتلش فينا. <applause> لا لا بيبتلش فينا رسمي بيبتلش اكل شرب نوم كل شيء بيبتلش فينا ما راح يقدر يشتغل فتخيل الوقفه هذه القويه وقفنا متى ردينا تو. يعني انا شهر تسعه خلصت اعتقد إيه خلصت يمكن شهر تسعه تصوير اول تسعه. <applause> العصفوره قالت لي عندك عمل مع عبد الله السدحان. شريت باسبورتنا اي انا انا صرحت بس <applause> لاني هم كنت خايفه انه يتاجل <applause> هالسنه ه... هل علينا بتاجيلات أي يعني على كل تاخيره فيها خيره اها كل تاخيره فيها خيره اكيد اكيد احنا نبي تصريح في هذا الموضوع طبعا انا لي شرف ان انا اكون من طاقم من عمل آه تاليف عبد الله السعد اخراج عيسى الذياب طبعا ما ابي اقول شخصيتي يعني ما ابي احرق بلا صبري لا صبري لاني يعني بعدني ما ما شفت لها شكل والله حصه بدش الاسبوع الجاي حق انا بروح الحين الشخصيه <applause> علي واخذي خبر وقولي تالي الشخصيه <applause> لما تقرينها مرام تبدين تجهزين حق هذه الشخصيه وي لازم احلم فيها طويل <applause> فيه؟ وايد لا لا قالت لي سر مساعة ساعه شلون؟ قالت لي انا اتخيل <applause> انه حتى شلون يكون برجها شنو برجها أوه. لازم اعطيها اعطيها برج انه يعني برج القوس او برج الجدي عشان اعرف ألوان شنو؟ شو تحب؟ شنو اشوف شنو مميزاتها اذا كانت محتاجه مميزات في 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 شخصيتها تبرزها حسب حسب يعني ما حد يلاحظها الا انت كذي هالاشياء صح؟ طبعا عشان انت في هنتس يشوف هالمشاهد انت ما يعني انت اليوم كمشاهده شيء مختلف وكان الحين انت مذيعه قاعده تقابليني على سمعك شنو انقال بس مرام يمكن اول مره اسمع من ممثل يهتم بالتفاصيل هذه في الشخصيه احنا اعطيناهم سر انا اقول لك اقول متى بدت اكو مثلك وي يا بختي <applause> ماكو مثلك في هذا الموضوع <applause> في هالموضوع انا مم. ما يعني هذا هذا هوم وورك هذا اجتهاد شخصي هذا انا اليوم عشان احط لي ميزه واشوفني وسط نجوم انت تدرس تدري زواره خميس شنو كم النجوم اللي صحيح, صحيح. صح. تخيلت مم. الكاتبه حطتنا بجروبات لعبتنا مع بعض باحداث ربطتنا كلنا بصاله لحظه صح الصاله يا يعني, يعني في ديتيلز حتى الكاتب عندها يفرضها على الممثل عشان انت خطك كذي انت لازم مم. تشوف الموضوع صحيح. شديد. أنا والله ماني عارف شلون أختم. صدق؟ احنا بنختم؟ وصلنا صراحة النهار. أنا وايد مستمتعة معاكم. أي والله حتى أنا وايد مواضيع. يعني إيه. كان ودي أسولف عن طلقة. طل... و... وي طلقة. طلقة إيه. بعد عالم طلقة. ثاني طلقة <applause> طلقة. طلقة إيه. إي. <applause> كان ودي أسولف عن طلقة بس <applause> طلقة <راح> ديسمبر انتبهي. <applause> <applause> عن فيلم بعد كيلو 300؟ إي نعم هذا آخر ما... ما شاء الله ما شاء الله. تعرفين انا لما بدش بموضوع ادش لك بمليون موضوع ما ادري عشان كذي راح نجهز المواضيع هذه كلها حق اللقاء التالي ان شاء الله كيفكم؟ يلا ان شاء, إن شاء الله. الله شوف بالعكس انا شوفتكم اكيد تسعد يسلمك. قلبي, قلبي. وشوفة الجمهور اكيد هم تسعد وشكرا قلبي وشكرا على وجودك شكرا شكرا, شكرا على وقتك وانت نجمه منوره سماء برنامج السي حبايبي والله العظيم اليوم وايد كنت سعيده ان انت طلعتوني من البيت وغيرتي جو اي والله غير جو معاكم الجمهور شافك وسمعك اي ايوه؟ ايوه والله اي يش والله يشهد ربي علي وان التوفيق مرام الدوشي في القادم العام احنا كلنا ولهانين عليك وانا بعد ولهانه عليكم وانتظروا ان شاء الله اغنيه يلا وقرت عنا اليوم بشوفتك وانا بعد <applause> حبايبي مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم اتمنى أن حازت على اعجابكم وتصبحون على خير ومع السلامه تصبحون على خير